السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الفل على كل مشاهدينا الكرام ومشاهدي قناة النهار في كل مكان. يا رب الحلقة النهاردة تنول إعجاب حضراتكم ونعمل وصفة سريعة بسرعة جدا. وخلينا نتفق أسرع وصفات للسيدة العاملة زي حالاتي كده في الفرن، حاجات بسيطة ومتتبل وتتحط في الفرن، أولا بتطلع صحية وخفيفة وتستوي كويس، وفي نفس الوقت يعني توفيرا للوقت والمجهود. النهاردة نعمل وصفة كل الولاد والكبار والصغيرين بيحبوها، بس أنا النهاردة عايزة أتكلم عن محلول النقع. خلينا نتكلم عن محلول النقع اللي احنا دايما بنقول ايه لما بيبقى عندنا بط. في ناس تقول ايه بيطلع ساعات متفلت شوية، لو عندي فرخة تقول لك ساعات بتبقى كبيرة مثلا، بس بتبقى فيها برضو لما بسويها زيادة ألاقيها كده مش لحمها جوسي كده وطرية ناشفة. المحلول النقع ده يا جماعة عبقري لأي حاجة من حاجات الدواجن والطيور، يعني بط، ديك رومي، فراخ، دبابيس، أفخاذ، أي حاجة أنتوا عاوزينها. أولا هو ليه ميزتين هنتكلم عنهم. أول ميزة في محلول النقع إن هو بينزل نسبة كبيرة من الزفارة، بينزل نسبة كبيرة من أي حاجة متبقية بعد ما بنغسل الحاجة كويس، سواء بالدقيق، بالملح، بالعصير الليمون، ما بغسلش بالخل، الفراخ، الحاجات دي الخل بيظهر الزفارة. أنا ما بستخدمش الخل خالص في التنظيف، بستخدم عصير الليمون. طيب الحاجة التانية والأهم إنه بيطري اللحم، بيخلي اللحم طري. لو جبتوا كده البط جربتوه قبل ما تسووه وتحطوه في محلول النقع وتسيبوه ليلة مثلا قبل وتيجوا تسووه، هتلاقوا اللحمة زبدة حقيقي طرية. الرومي هكذا، عشان كده ساعات بيحطوا بدائل للرومي لما بيكونوا مستعجلين قوي، مفيش وقت ان احنا نحط محلول النقع ده، بيجيبوا الزبدة بلوكة زبدة ويخلطوها مع الأعشاب ويحطوها تحت جلده عشان هي تبقى البديل للطراوة دي، من خلال ان ديك الرومي يطلع صدره مش ناشف ومتفل. تعالوا بقى نتكلم عن محلول النقع. اقول لكم انا هعمل النهارده درامز كده افخاذ بس بطريقه بتوابل تكه حلوه قوي قوي قوي، هتعجبكم جدا. اعملوها باي طريقه تعجبكم، فراخ صحيحه، وينجز، درامز، اللي انتوا عايزينه. طيب نتكلم على محلول النقع. عندي طبعا اي حاجه انتوا هتستخدموها، اي نوع من انواع الدواجن، شرايح ليمون، فصين قرنفل، لتر من الميه، معلقه كبيره من الخل الابيض، معلقه كبيره من السكر، معلقه كبيره من عصير الليمون، كام ورقه لورا، ولو عندكم كام وحده حبه فلفل اسود مفيش مشكله خالص، رائع. انا حاطه هنا كزبره، حاطه ورق لورا، وحاطه السكر، وحاطه الحاجات كلها اللي انا هستخدمها في محلول النقع. خليني الاول كده ايه البس الجلافز، وخلينا دايما نتفق انه بعد ما بنخلص تنظيف الحوض، لو انتم مثلا عصرين ليمون كتير حطوا فيه الميه، اغلوه على النار، استخدموا الميه بتاعه عصير الليمون دي او قشر الليمون دي في التطهير بتاع الرخامه، في التطهير بتاع الحوض، بس طبعا بلاش على الرخام اللي زي كده، مش عايزه اقول نوعه، اكيد انتم عارفينه، عشان ايه؟ هو عدو الليمون، بيسيب اثر فيها مش كويس. الأفخاذ دي شايفين ما شاء الله الدرام كبير ضخم، يعني حجمه ما شاء الله حلو، فمش محتاجة أن أنا أنغزه عشان يستوي مني. محلول النقع ده برضو كافي أنه يخليني ما عرفش أنغز، يعني أنغزه عشان يستوي معايا أسرع، هيستوي هيبقى فلة. طيب خلينا نتكلم عن أفخاذ الدجاج شوية. كل 100 جرام من الأفخاذ اللي هو اللحم الأحمر فيه تقريبا 28 جرام من البروتين، ودي حاجة حلوة. طيب الناس اللي عاملة دايت، الناس اللي عاملة نظام صحي، يبقى الدنيا جميلة. أسلم طريقة الفرن، أنا بحب الفرن جدا جدا يا جماعة في التسوية، أكتر حاجة بنحبها من زمان من أيام أهالينا، خصوصا إنه كل حاجة الصواني بتتقفل تحط في الفرن، دي من أكلات الصحية اللي هو ني في ني، أكتر أكلة تاكلوها وكأنها مسبكة، بس هي استوت سواء صحي. هنحط بقى التوم. بصوا بقى التتبيله دي رائعه، تنفع لاي نوع من انواع الفراخ. عايزين تعملوا فراخ شوي، عايزين تعملوا فراخ في الفرن، عايزين تعملوا الفراخ وتتبلوها في صينيه لوحدها، هتبقى تحفه. انا قلت مقاديرها، هنزل مقاديرها تاني اقولها لكم، لا انا لسه ما قلتهاش. طيب بصوا الزبادي في حاله لو انا ما نقعتش
ما حطتش محلول، لا الزبادي هيقوم بالطريقه دي، يعني هيبقى بديل للزبده. يبقى عندنا كمان الزبادي، انا في صوص بالزبادي، الزبادي دي بتدي طراوه، بتخلي التسويه جوسي جدا، بس مع الوقت بتحسوا ان انتوا ايه الميه بتاعتها زادت، فبتبقى عايزين ننقص منها عشان تاخد اللون الاخير في الفرن. لكن الزبادي من الحاجات اللي بتساعد على تطريه اللحم بشكل كبير جدا، خصوصا في الدواجن والحاجات اللي هي بتبقى خايفين منها قوي، عروق الرومي والحاجات دي. طيب عندي هنا 4 معالق كبار من الزبادي، عندي 2 معلقة كبار من الصلصة، عندي 2 معلقة من بشر الليمون حطيتهم هنا ناعم جدا، وعندي كمان من عصير الليمون، وعندي كمان 2 معلقة صغيرة من الزنجبيل المفروم، لو مش فيش حطوا 1/4 معلقة من الجنزبيل اللي هو الباودر، وعندي 2 معلقة صغيرة توم مفروم، و2 معلقة صغيرة من النعناع الجاف، وممكن بدلها الزعتر الجاف، الاثنين هيبقوا روعة. طيب الشطة دي اختياري، ممكن في ناس تحط 1/4 معلقة دبس فلفلة، تحط 1/4 معلقة هريسة، اللي يريح حضراتكم. طيب 2 معلقة صغيرة كمون، 2 معلقة صغيرة كزبرة جافة، 2 معلقة صغيرة بابريكا، 2 معلقة صغيرة بهارات الدجاج، وطبعا ملح وفلفل. انا هزود كمان شوية زيت زيتون و 2 معلقة خل. بصوا بقى ادي الثوم المفروم اهو، وادي قشر الليمون اللي احنا حاطينه هنا، برش الليمون، ما خدتش الابيض خلاص عشان ما تمررش، خلوا بالكم ما تزودوش، هي ليمونه واحده، ولو في الاضاليا هيبقى نص ليمونه نص القشره، ما خدش الابيض ما يمررش الفرخه، بقول تاني اهو. وادي بقيه التوابل، البابريكا، زنجبيل بقى والكزبره، بهارات الفراخ، رشه الكمون، ما تكتروش الكمون قوي لو هي الكميه مش كبيره قوي، الشطه دي اختياري لو انتوا عايزينها بس سنه سبايسي، او زي ما قلنا دبس فلفله او الهريسه، رشه كده من النعناع او الزعتر، انا عامله ميكس بينهم بس النعناع بنسبه اقل عشان ما يبقاش طعمه طاغي قوي. خلاص كده الزبادي، هحط الصلصه لو عايزين اللون يبقى على احمرات، يعني طالع لونها كده حلو، لو عايزين اللون على اصفرات هنحط كركم 2 معلقة كبيرة. خلاص كده طيب، وطبعا الملح والفلفل، بسم الله الرحمن الرحيم، شوية الملح وشوية الفلفل، تمام كده، ادي دي خلطة رائعة. طيب اوبا، هحط هنا شوية زيت، 2 معلقة كده زيت زيتون، 2 معلقة صغيرين، وهحط 2 معلقة صغيرة خل، ده اختياري، وعصير الليمون. الوصفه دي تنفع من غير زيت خالص، ما تحطوش، ما هنكتفي بالجلد بس، هو كانه بديل ماده دهنيه، وفي ناس بتحب تخليه اساسا، وتنفع في الاير فراير، وتنفع في الفرن، تنفع زي ما انتوا عايزين. طيب هاخد كده ويس، خليني اخد ده احسن، بسم الله الرحمن الرحيم، هنقلب كده تقليبه حلوه، بسم الله. عايز اقول لكم 2 معلقة الزبادي اللي حطيناهم دول، انتوا هتحسوا الخليط بسيط، عايزه اقول لكم لو اتحط على 2 فرخة كبار الخليط ده، 2 فرخة كبار مثلا 1.5 كيلو، لا يعني ما شاء الله هتلاقوا الصينيه بقت فيها نسبه صوص كتير، الريحه بقت روعه بشويه الزعتر اللي حطيناهم دول. التسويه رائعه، مهما كانت الفرخه كبيره حتى لو 2 كيلو مهما كانت، هتلاقوا كده ايه اللحم طري وحلو، واول التسويه لما بنيجي نعمل لو فراخ كامله غطوها الاول، اكمروها، لازم نكمرها الاول بورقه زبده وفوقها ورقه فويل، واسيبها الاول بعد ما يسخن الفرن ربع ساعه على حراره 180 او 200، وبعد اول ربع ساعه بهدي خليه 180، وتبدا بعد الكامره دي بعد 25 دقيقه تبدا خلاص تاخد وتدي وتبدا تطلع ريحتها، ابداوا بقى ارفعوا الفويل ده وسيبوها بقى تاخد وتدي في الفرن مع نفسها. خلاص طيب انا هحط هنا ينفع تخزنوها متبله، هما طبعا الاسئله كتير دلوقتي، طبعا ينفع نقدر نعمل ده بكل سهوله على فكره، وهتبقى احسن، وطبعا الفراخ مغسوله حلو ومحطوطه في التتبيله بتاعتها، وعلى فكره يبقى طعمها احلى بكتير. والناس بقى اللي عايزه هنعمل تتبيلات حلوه للدجاج المقرمش، عشان برضو الولاد ساعات بيحبوا ياخدوا حاجات كده، هو طبعا احنا بنستسهل اكتر في المدارس الحاجات اللي هي بسيطه وصغيره زي الستريبس، وزي مثلا الناجتس، الحاجات اللي هي ايه ما بتبقاش فيها زروطه للولاد وصوص وحاجات، بس ده لو معمول كده ناشف، انا هخلي مخرجنا يوريهولكم، شويه بانفريت،
شوية رز زي ما انتوا شايفين كده بالخضار بالكركم معمولين فيه بسلة وجزر وشوية خضار مشوي حلوين. انا قدمت جنبهم كمان ممكن رز جاسمن ابيض، شكل شايفين تحفة ازاي، يعني مغذية، وجبة مغذية فيها اللي الناس كلها بتحب، فيها العيش وفيها الخضار السوتيه وفيها البطاطس وفيها الرز وكويس شوية مجموعة سلطات مغذية ومهمة. وما تنسوش نص معلقة السماق يا جماعة مع السلطة الخضراء او يعني كبديل الفتوش، ولو حابين تحطوا مع تتبيله الفراخ دي سماق هتبقى ربع معلقه كده هتبقى روعه. بصوا التتبيله دي رائعه حقيقي لكل انواع الفراخ حقيقي، وينجز هتمشي، قلنا فراخ كامله هتمشي لكل الحاجات. خليني بس كده ايه البس جلافز تاني عشان عايزه امسكهم كده جوه بعض، يعني عايزه اخليها تبقى واخده من الصوص. طيب ناخد منا، يا منا. ايوه السلام. اهلا عليكم. اهلا عليكم. ازايك؟ السلام يا جميله. ازيك يا قمر، بحبك قوي وبحب اكلاتك وبتعلمينا الاكل الجميل. يا رب سعيدك يا منونه. تسلمي يا رب. واياكم يا حبيبه قلبي، يا رب يخليكي لينا ودايما نتعلم منك كده يا حبيبتي. كتر خيرك، تسلمي لي كل ذوق يا حبيبه عمر. تسلمي تسلمي. انا بس بطلب منك بقى طلب كده. اموري. عايز الامر لله يا حبيبه قلبي. بطلب بس طريقه عمل الكوارع. بطريقه الشيف عظيمه. عينيا عينيا. يعني يا ريت تعملي لنا حلقه بقى عنها. يا روحي عيني ليكي. اعمل لك شويه فتت كوارع وشوربه، يعني بصي تدعي لي عليها. تسلمي لي يا قمر، حبيبتي. بنتي عينيا يا منونتي والله. تسلمي يا قلبي. تسلمي وتعيشي يا حبيبتي. تسلمي. شكرا جدا. شكرا ليكي يا منى، شكرا على محبتك حبيبتي، شكرا جزيلا. بصوا بقى، مش هحط ولا اي حاجه، هروح مغلفه كده باي ورقه فويل. لو احنا اقل من 25 دقيقه احط الفويل دايركت، لو هيزيد عن النص ساعه هيوصل لساعه مش هنخلي الفويل ملامس للبايركس عشان ماده القصدير مع السخونيه بتبدا تنزل في الاكل، احنا مش عايزين كده. نحط ورقه زبده وفوقها ونكمر وندخل الفرن. هتبداوا بقى تشموا الروائح الحلوه. اول ما تطلع وتطلع علينا الروائح الحلوه نبدا نروح نتشيك ونفتح كده. وطبعا على الشبكه في النص، انا ما احطش على قاعده الفرن ابدا خلاص عشان التسويه تطلع مظبوطه، مفيش حاجه تتلسع مع سخونيه الفرن. عايزه اقول لكم بصوا الفراخ يعني والله والدبابيس تتكلم عن نفسها. نوعه بقى في انواع الرز للولاد ما يزهقوش. انا عامله هنا جاسمين رايس، وزي ما اتفقنا الرز الابيض بالذات عشان ده مزاج. انا الحقيقه بحبه جدا، واحنا معظم البيت عندنا بيحبه. وهو من الحاجات المفيده الهيلثي، ولو احنا سويناه بالطريقه البسيطه دي، دوله بس فصين مستكه مع معلقه زيت واحده، مش محتاجين اكتر منها والله، وهيطلع احلى رز بسمتي بطعم يجنن. السلطات الحلوه دي، البابا غنوج والسلطه الخضراء والبنجر والحاجات دي، البنجر ما ترموش ميته، الميه بتاعت البنجر اللي سلقناه فيها بما اننا غسلناه كويس بالفرشه بتاعت الخضار ونضفناه وحطيناه في الميه يغلي وهو نضيف، ما ترموش الميه، هنصفيها. والميه دي بناخد منها وبنحط، بنحتفظ بالسلطه دي مش جافه كده، بتبقى في الميه وليها صوص كده، تحط لها يا معلقه عسل يا رشه ملح وفلفل يا معلقه سكر على حسب ما انتوا عاوزين. بسيطه جدا بس طعم كانه بتاع المحلات بالظبط. ومفيده قوي، ويا ريت نستخدم للولاد في العصاير بتاعتهم قطعتين مكعبين بس، نحطهم مع اي حاجه موجوده عندنا. انتوا مفرزنين فراوله مثلا، في فراوله فروزن، ناخد واحدتين مع بنجرتين ونحطهم مع بعض ونضربهم في الخلاط مع كوبايه زبادي، تمام جدا. مهمين بقى ندعم الفتره دي يعني نسبه الحديد والفيتامينز وفيتامين سي، ما تنسوش البرتقال مهم جدا. يا رب النهارده الفقره تكون عجبتكم. احنا هنقول المقادير سريعا كده، هنزلها مره ثانيه لو لسه حد منضم للفقره. عملنا قلنا المحلول النقع اللي بينفع لكل انواع الطيور بلا استثناء. طيب سؤال بس معلش سريعا للي جالي عن السمان. السمان عشان بيتغذى على اسماك، السمان غير الحمام، الحمام مبيبقاش فيه زفاره عاليه، فلو حطيناه في محلول نقع هيبقى زي الفل، لكن السمان بيبقى فيه سنه زفاره، فالسمان لازم نعمله بالطحينه. يعني عندي شويه طحينه خام اغسل بيها السمان كده واسيبه في بوله لوحده على جنب، واسيبه شويه نص ساعه ولا ربع ساعه، وتعالوا بقى اغسلوه وكلموني عن الزفاره قولوا لي راحت فين. مش هتلاقوا له زفاره خالص. واحنا كده اتكلمنا عن محلول النقع، واتكلمنا عن ان الوصفه بتاعتنا دي تصلح او التتبيله دي تصلح لكل انواع الدجاج سواء وينجز او فراخ كامله او حتى درامز. اتمنى يا رب الوصفه تكون نالت اعجابكم. ودلوقتي نستعد للبريك ونرجع بعد البريك في انتظار حضراتكم.